السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الأول من الدرس التمادل المركزي. أتمنى لكم حسن المتابعة ونبدأ الآن على بركة الله. أولا نبدأ بمماثلة نقطة. مماثلة نقطة، لدينا شكلين ألف وشكل باء من النشاط الأول كما تلاحظون. السؤال يقول: حدد نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة أ. كما تلاحظون النقطة أ من الشكل ألف. السؤال هو: حدد نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة أ. النقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة أ هي النقطة أش. إذا أش هي النقطة الموافقة للنقطة أ. نعتبر نقطة O بحيث المسافة AO تساوي المسافة OH. إذا ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة AH؟ ماذا تمثل النقطة O بالنسبة للقطعة AH؟ النقطة O هي منتصف القطعة AH. كما تلاحظون النقطة O هي منتصف قطعة AH. نقول إن H هي مماثلة A بالنسبة للنقطة O. أعيد، نقول إن H هي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O. لماذا؟ لأن O هي منتصف القطعة AH. سؤال ثالث: حدد نقطة من الشكل باء موافقة للنقطة B. نقطة من الشكل باء الموافقة للنقطة ب هي النقطة جي كما تلاحظون. ولدينا أيضا المسافة بي أو هي نفسها المسافة أو جي. إذا ماذا تمثل النقطة أو بالنسبة للقطعة بي جي؟ ماذا تمثل النقطة أو بالنسبة للقطعة بي جي؟ النقطة O هي منتصف القطعة BG. النقطة O هي منتصف القطعة BG. ونقول إن G هي مماثلة B بالنسبة للنقطة O. ونقول إن النقطة G هي مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة O، لأن O منتصف قطعة BG. سؤال خامس: ما هي مماثلة النقطة دي بالنسبة للنقطة E؟ ما هي مماثلة النقطة دي بالنسبة للنقطة E؟ لدينا النقطة O هي منتصف قطعة دي E. إذا E هي مماثلة النقطة دي بالنسبة للنقطة O. إذا E هي مماثلة D بالنسبة للنقطة O. ما هي مماثلة النقطة C بالنسبة للنقطة O؟ لدينا كما تلاحظون المسافة CO هي نفسها المسافة OF. إذا F هي مماثلة النقطة C بالنسبة للنقطة O. تعريف أول: A وأفتح نقطتان متماثلتان بالنسبة للنقطة O تعني أن النقطة O منتصف قطعة A أفتح. مثال: كما تلاحظون لدينا النقطة أفتح والنقطة A والنقطة O، بحيث O هي منتصف القطعة أفتح A. إذا نقول أن النقطة أفتح تسمى مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة O، أو نقول أفتح هي مماثلة A بالتماثل المركزي الذي مركزه O. ملاحظة:
مماثلة النقطة O بالتماثل المركزي الذي مركزه O هي النقطة O نفسها. نمر الآن إلى الحفاظ على المسافة. الحفاظ على المسافة بين نقطتين، كما تلاحظون الشكل ألف والشكل باء. لدينا G مماثلة B بالنسبة للنقطة O، و H مماثلة A بالنسبة للنقطة O. سؤال قارن المسافة بين A B والمسافة بين H G. قارن A B و H G. كما تلاحظون لدينا A B يساوي H G، يعني المسافة بين A و B هي نفسها ما بين H و G. نفس الشيء لدينا E مماثلة D و F مماثلة C. قارن المسافة بين C D و E F، وكما تلاحظون لديهم نفس المسافة، مسافة C D هي نفسها E F أو F E. ولدينا أيضا G مماثلة B بالنسبة لنقطة O و F مماثلة C بالنسبة لنقطة O. قارن المسافة بين BC و GF. GF وكما تلاحظون لديهم نفس المسافة، إذا BC تساوي GF. خاصية واحد، التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. التماثل المركزي يحافظ على المسافة بين نقطتين. مثال، لدينا النقطة A والنقطة B والنقطة O. إذا مماثلة A فتحة مماثلة A بالنسبة للنقطة O، و B فتحة مماثلة B بالنسبة للنقطة O. إذا المسافة بين A و B هي نفسها بين A فتحة و B فتحة، كما تلاحظون.